السلام عليكم. سوف نستعرض معكم اليوم متصفح بقدرات مميزة جدا، وأهم ما يميز هذا المتصفح هو السرعة في التصفح. اسم البرنامج ميكس نيترو من إنتاج شركة ماكستون. رابط التحميل أسفل وصف الفيديو. بعد الدخول إلى الموقع نضغط على هذا الخيار من أجل عملية التحميل. والبرنامج يتميز بسرعة تصفح عالية جدا، حيث يعتبر أسرع بثلاث مرات من المتصفحات الأخرى، وبالتالي هو مفيد لمن يمتلك خط إنترنت ضعيف. لاحظ عملية التصفح هنا، لو فتحنا مثلا موقع اليوتيوب فسيكون عملية التصفح أسرع من المتصفحات الأخرى. أمر آخر يميز هذا المتصفح وهو الأزرار الموجودة بالأعلى، الإغلاق والتكبير والتصغير، تكون مخفية، بالإضافة إلى وجود التاب الذكية، وهي عندما تضغط على New تاب تظهر لدينا قائمة بأهم المواقع المفضلة لدى الكثير من الأشخاص مثل اليوتيوب والفيسبوك وغيرها من المواقع. وأمر آخر يضيف سرعة إلى هذا المتصفح وهو عدم احتوائه على أي إضافات مثل البلوجينز أو الأدز أون الموجودة داخل الجوجل كروم والفاير فوكس، بالإضافة إلى أن هذا المتصفح لا يستهلك موارد النظام، وبالتالي لن تشعر بوجود أي تعليق داخل جهاز الكمبيوتر. لاحظ أيضا هنا زر العودة موجود بالأعلى، وأيضا عمليات البحث. لو ذهبنا إلى الجوجل وسوف نبحث عن كلمة مثلا ويكيبيديا، لاحظ هنا سرعة ظهور النتائج عالية. لاحظ عندما ندخل إلى الموقع دخل إلى الموقع بشكل سريع جدا. تحياتنا عليكم، دمتم في حفظ الرحمن.